حظ وظروف، بس بقى مرت اللي انت شغاله معانا في الفرقه ومعطلانا كلنا. معطلاكوا؟ حلوه معطلاكوا دي. حشحش يا حبيب الزباين اللي واقفين بره هيموتوا بعض، عايزين تذاكر. بقول لك ايه يا خربوش، لما تعبينك يا حبيبي خليك في حالك احسن، انا عارفه شغلي كويس. الله الله الله، يعني ايه؟ يعني انا ماليش لازمه خالص؟ يعني انا شخشيخ؟ اسم الله عليك، اديك عرفت مقامك كويس. ما عطلكش يا عناية، انا رايح اشوف امي. يلا بينا يا عسليه. يلا يا ننوسه. خدها هنا يا بنت. راح فين؟ الله، في ايه؟ مركب الساعه وليه؟ في ايه يا معلم خربوش؟ ما تشوف اخوك يا جمالات. في ايه يا معلم؟ في ايه؟ بزعل الاموره الحلوه بتاعتنا النوسه، النوسه العسلات بتاعتنا الشربطات، بزعلها ليه؟ فشر، انا ما حدش يقدر يزعلني. اسالي عسليه عملت في ايه؟ عملت ايه يا عسليه؟ شهاده لله اديتهم المنقي خيار بس. ما بوزناش في عزت ولا حريقه انت. يعني انت كده مبسوطه يا نوسه؟ بنت بتطلع عريفه زي دي بتنط عليا انا؟ طب ورحمه امي يا عسليه هطردك من الفرقه زي حبيب القلب. عاجبك الكلام اللي بيقوله ده يا نوسه؟ يلا بينا يا عسليه نشوف شغلنا. ومش راجع يعني راجع. يلا. البنت دي شديده قوي، الفرده قولوها على اخر. ما انت السبب. ايه انت اللي خليتها تركب وتدلدل رجليها؟ ياخدها خدها على قد عليها، راودها حيلها ببسكوتايه. الله، هتيجي معاك زي المقلبه في ايديك. انا غلبت معاها، البنت ما بتعبرنيش. انت ما تخافش من ابوها، ابوها ما عرفش يربيها، بس انا قدها بقى وانا اللي هشكمها. وعلى الراي اللي قالها زمان، اخسر البنت ضلع يتبلها 24. مش نوسه، نوسه ما بتجيش الا بالمحايل بالمسايسه. حيلها يا اخويا تبقى زي البسكوت في ايدك. بقول لك ايه، البنت دي لو سابت الشادر ومشيت مش هنلاقي ناكل، فاهمني ولا لا؟ واديني قلت لك عقلك في راسك طرف. ايه اللي اخرك كده؟ مشهوره زحمه عشان المولد، ما انت عارف بقى. وبعدين ده انت قاعد جنبك القمر، قمر كله مسليك. قولي له والنبي يا منى، عماله بكلم فيه من الصبح، هو كل فين وفين عقبال ما يرد عليا. غصب عني، اصل الكلام بيتعبني. واشمعنى بقى الكلام ما تعبكش وانت بتتكلم مع البنت بتاعت فرقه علي كفته دي؟ حسن كفته، حسن كفته، مش علي كفته. علي بقى ولا حسن؟ اهو كله كفته. لا، كفته حسن ولا كفته علي خالص. انت ناوي تفرسني؟ شايف اخوك يا منى؟ مفيش دعوه بمشاكلكوا دي، حلوه مع بعض. اغص عليك يا منى، اغص عليك. ايه اللي تزول يا بنتي فيها دي؟ مش تاخدي صاحبتك تغديها؟ وهي قالت لي انا جعانه وانا ما غديتهاش، وبعدين خليت الطباخ يحضر لها في البيت كل الاكل اللي هي بتحبه. انا مش جعانه. امال انت هتاكل فين؟ واحد زي مسكين تعبان عيان قاعد في المستشفى هياكل فين غير الدنيا؟ من اكل المستشفى اللي الواحد لو بصله بس من غير ما ياكله يعيا اكتر. اخص عليك يا منى، ما تشوفي له اكل تاني. ايه رايك لما نخلي السفراج يجيب الاكل وناكل كلنا مع بعض؟ معقول؟ معقول يا مها اللي انت بتقوليه ده؟ معقول هنقلب المستشفى هنا مطعم؟ ما تقولي حاجه يا منى. لا طبعا يا مها، ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش ليه؟ هو انتوا مش بتدفعوا فلوس في المستشفى دي ولا ايه؟ اه طبعا بندفع، بس ده مش معناه ان احنا ندخل اكل المستشفى. الاكل ممنوع. وبعدين عمر عنده تلبك معوي، واكل المستشفى هو اللي مناسب ليه. تستاهل عشان ما تبقاش تاكل الاكل اللي انت اكلته ده قبل. ايوه زي ما انت قلت كده بالظبط، انا استاهل. يلا روحوا انتوا بقى البيت، كلوا اللي انتوا عايزينه كأن انا اكلت بالظبط، وريحوا وظبطوا نفسيكوا، وبعد كده ارجعوا لي تاني، بس يا ريت ما تاخروش عليا عشان هتوحشوني. مع السلامه. تصدقي انك انت وحشتيني؟انا اجتمعت معاكم النهارده علشان اقول لكم ان احنا هنشتغل مع حسين الشواربي، وانا عارف حسين الشواربي كويس لانه صاحبي من ايام ما كنا في الدراسه مع بعض. لازم تعرفوه ان حسين ذكي جدا وطموحه اكتر من اللازم. هو متصور بشغله معانا انه هيخترق المجموعه بتاعتنا وهيبلعها،
علشان كده احنا عايزين نضمه لينا ونخليه ينفذ كل اللي احنا عايزينه من غير ما يشعر ويبقى متصور ان ده لمصلحته هو. تعالي كفايه كده يا جماعه شغل النهارده لان الديسك بدا يتعبني. اتفضل. انا مش عايز اي ازعاج. فاهم يعني ايه مش عايز اي ازعاج؟ فاهم يا فندم. وانت ما تورنيش وشك الا لما اندهلك. اتفضل. حاضر يا فندم. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله. انا النهارده الديسك تعبني قوي 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 قوي. طمن انا هريحك قوي. انا عارف انا بطمن لك قوي 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 قوي. محدش علمني الشغلانه دي غيرك يما. فاكره لما كنا ننزل اي بلد يشيعولك فيها عشان تدلكيهم؟ ده انت سيتك كان جايب اول بلاد لاخرها لغايه ما حصل لك اللي حصل بعد ما ابويا حط عينه على الخنزيره جمالات، هي واخوها اللي كان حتة شغال على المدفع. فضلوا ورا ابويا لغاية ما جابوا رجله ونسي حورية مراته، أمي اللي كانت عايشة معها الحلوة والمرة. لكن معلش يا أمي، بكرة تخفي وتبقي أعلى العالم وترجعي زي زمان وأكتر، ونطرد العقربة واخوها من الفرقة. دي حتى ما بقتش شايفة طلبات ابويا بعد اللي حصل، كل همها تكوش على كل قرش في الفرقة. لكن لا يما، انا هقفلهم وبكره يعرفوا مقام نوسة. خف يما بقى، خف عشان خاطري. كنا جبنا لهم انا اكل واحنا جايين. يا بنتي الراجل عنده تسمم، وبعدين هو ما طلبش. حتى لو ما طلبش كان المفروض نجيبها. الله، امال عمر راح فين؟ هتلاقيه في الورقه بتستنى. عمر يعني ايه؟ يعني سيب المستشفى. يا كنتي نزل يتمشى، هي المستشفى دي ما فيهاش جنينه؟ ما انت شفتي المستشفى من بره واحنا داخلين. طب اتصلي طمني عليها منى. مظبوط. كلميه تاني، جربي جربي تاني يا منى. ايوه بابا. لا اطمن انا كويس الحمد لله. يا ابني انا مش سامعك. انت بتتكلم منين؟ معقوله المستشفى فيها الدوشه دي؟ ها؟ كده كويس؟ ايوه يا اخي كده احسن. يا ده انا كان بيتهيألي انك بتتكلم وانت في الشارع. واختك وما فين؟ طب اسمع ما اقول لك. انا وصيت اختك انها تمسك في مها وتبيتها عندنا يومين ثلاثه. انت ان شاء الله هتخرج من المستشفى بكره. انا عايزك بقى تاخد بالك على مها، تفسحها كده وتبسطها وتسليها، فاهم ولا لا؟ انا عايز لما ارجع من السفر اسمع انها بتقول لي لابوها انها عايزه تتجوزك. الجوازه دي مهمه قوي بالنسبه لي يا عمر. سيد عبد القوي هيوصى عليا في الحزب علشان يرشحوني في الانتخابات. مش هوصيك. ما تقلقش يا بابا. حاضر انا فاهم فاهم. ان شاء الله بس حضرتك تيجي بالسلامه وهتلاقي مها والبطاطين كله تمام. تحت امرك. اتفضل يا بابا. مع السلامه. مع السلامه. ازيك يا جمالات؟ عامله ايه؟ ازيك انت؟ الحمد لله. والله ليك وحشه. ايه اخبارك؟ يلا هتقعد فين عشان البرنامج هيبتدي؟ اقعد في اي كرسي. طب تعال تعال تقعد. اسالك بس سؤال، هي نوسه فين؟ نعم. جرايه يا باشمهندس، جاي عشاني ولا جاي عشان نوسه؟ بصراحه يا جمالات انا جاي عشانكم كلكم. نوسه ايه يا عسليه؟ الحق يا نوسه باشمهندس. ماله؟ واقف هناك اهو وباين عليها جمالات محلقه عليه.
بس انتوا عاملين نمر حلوه قوي هنا يا جمال والله بصراحة. كلك ذوق، انت اللي بتنور المكان كله. انا اذنك يا حبيبتي. جرام سهويك ايه يا بت، هنقطع على بعض ولا ايه يا حبيبتي؟ قولي الكلام ده لنفسك يا اختي. يعني ايه اقول الكلام ده لنفسي يا دلعات؟ لا مؤاخذه يا جمالات، لا مؤاخذه. انت ايه اللي جاي؟ ايه يا نوسه، مش عايزه تشوفيني ولا ايه؟ لا انا قصدي سبت سيرك وانت عيان وجيت. لا خلاص، ما انا خفيت اهو، بقيت زي البوم. مالكش حق يا عمر. وما اتفرجش عليك يا نوسه، ما اقدرش. المهم اللي اتفقنا عليه لبطل الابطال خربوش جاهز؟ طم انا معسليه ومش غيرنا كل حاجه. برافو عليك يا نوسه، برافو عليك. على فكره الفرقه وابويا بيشكروك على الواجب اللي انت عملته معاهم. علي يا نوسه، ما عملتش حاجه. كفايه انك سبت لنا الارض لاخر المولد، ولو لبعد المولد كمان لو حبيتي. ربنا يخليك لينا يا عمر. نعم، انت لسه واقفه مكانك يا بت؟ ما طلعت عشان تجهزي نفسك عشان نمرتك. بس لما اخوك يخلص نمرته الاول. نعم، وانت لسه هتستنى اخويا لما خلص نمرته؟ جراها يا اختي، مش هتستعدي ولا انت عايز اسمع كلمتين في عضمك وانت عارفه لسان المعلم خربوش؟ ليه هو انا لساني راح فين يا جمالات؟ اياك بس خربوش بتاعك ده يفتح بقه وشوفي هسدهوله ازاي. لا بقى، يا حصلت كده يلا تشوفي هتقعد فين يا باشمهندس. طول عمرنا الفرقه بتاعتنا دي بتشتغل بسمعتها، مش عاوزين حد يلسن علينا ويقول تلت التلاته كام. حقك عليا يا باشمهندس، ما تزعلش. اتفضل انت، اتفضل. والان مع النمره الكبيره، مع الفقره الخطيره، مع قهر الوحوش خربوش اللي ما بيهموش. معاكم خربوش اللي ما بهموش. سمعوني سافة محبات الفرسولي. سمعوني كمان سافة محبات كده. يا ما انت في السكه؟ ايه ده، انت لسه عند منى؟ يعني ما قلتليش ان انت حتباتي. اعمل ايه بقى يا ماما؟ منى اثرت ان يبات معاها، وعمر تعب ورحنا له المستشفى، وبعد كده رجعنا اتغدينا في البيت، وبعد كده رجعنا له تاني المستشفى. بس المره دي بقى ما لقيناهوش. ما حدش عارف هو راح فين وقفل تليفونه. ايه قله الذوق دي؟ الولد ده مش عاجبني تصرفاته خالص. عرفتي بقى ما جاش امبارح حفله عيد ميلادك؟ كان تعبان، وابوه بيقول ان عربيته باظت في السكه. طب ومنى قالت لك ايه بقى؟ ان شاء الله. يا سلام، كل ده وراح هتباتي عندهم كمان. والله لي حق يعمل فيكي اكتر من كده ما دام شايفك مدلوقه عليه. يلا يلا، خلي بالك من نفسك، باي. ايه كنت بتكلمي مين؟ مها. هي لسه في طنطا؟ يا سيدي، منى مسكت فيها تبات هناك. وهو ده بقى اللي مزعلك؟